مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في تغطيتنا لمهرجان الرماية الثامن للوحدات المساندة في يومها الثاني تحت رعاية كريمة بكل تأكيد من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أجواء عائلية جميلة هنا في المهرجان، خلونا وياكم نشوف أجواء المهرجان وأجواء كذلك منافسات الرماية. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا بكل تأكيد مثل ما ذكرنا لمهرجان الرماية السابع للوحدات المساندة. عمي أحمد سعيد راشد الزيودي من المجموعة السابعة في الوحدات المساندة، مسي عليك بالخير. كلمني في البداية عن المهرجان وأجواءه، ونعرف الناس أنه ما يقتصر فقط على الرماية، المهرجان بشكل عام للعائلة. عرف الناس على المهرجان. والله المهرجان كويس، ممتاز وايد، اسمع، وكل شيء فيه موجود ما شاء الله، موجود كل شيء. اليوم عمي ثاني يوم، شو شفت اجواء المهرجان من امس لين اليوم؟ والله اليوم زياده عن امس، اليوم الجمهور زياده عن الامس، نعم وهكذا. تستمتعون باجواء المهرجان؟ يا هلا، والنساء والرجال ومال المساندة كلهم موجودين وما عليهم كلام والله، نعم المهرجان متروس. المجموعات المختلفه من مختلف امارات الدوله، يعني انتم اليوم موجودين من الفجيره مشاركين، عرفنا بمشاركتكم. والله مشاركة مالنا طولة عمرك، وشو جايبين مال البحر، مال الترات، مال المزارع أول وبعدين عن الترات مال البحر عن زمان أول. والزوار اللي يمكم كيف تعرفونهم؟ على عمرك يونا انجليز ويونا طلاب مال المدرسه، اسمع، وشرحنا لهم عن الموضوع كله، وطلاب اولاد صغار من معرض حريم كلهم طلاب. وهاي زين عمي، شفت مشاركات المجموعات الثانيه كذلك من الوحدات المساندة، شو رايك في المشاركات؟ والله مشاركاتهم جميله، كله حد مسوي القهوه، حد مسوي هذا، وكل شيء مشاركات حلوه جميله. جربت الجيمات اليوم ولا للحين؟ لا والله بعدنا للحين ما جربنا انا، ولا حاجه حلوه الصراحه وجميله. والقهوه والخيول والفرقه الموسيقيه، مره الخيول والفرقه الموسيقيه، والحين بيسووا بعد مطربين ورزفه وكل شيء. ونعم تريون هالمهرجان كل سنه عمي؟ مع كل سنه نرتجي اي عشان فرحه للدوله مالنا. شفنا المنافسات قبل شوي بحضور سمو الشيخ سلطان بن سالم القاسمي. مشاهدينا الكرام، مصفوط باء، غلبوكم عمي، شو العذر، شو السالفه، شو صار؟ وكان وقتهم اسرع، شو استوى؟ نعم احنا بس المشكله اول غلبناهم، بعدين المخزن كان متروس زياده، ما طلعت يقلط بندقيه، سب المخزن، يعني سب المخزن ولا ما يسبه. غلبتوه المره الاولى وغلبوكم المره الثانيه. نعم. شو تشوف اجواء المنافسات هني والمهرجان؟ منافسه طيبه، طيبه اقول لك اجواء المنافسه. منو الفريق اللي تشوف انه الافضل لين الحين؟ والله احنا نشوف فريقنا احسن. فريقكم افضل فريق؟ صدق انه احسن. يعطيكم تعال ويا ياسر، تعال غلبوكم ويقول المخزن، والمره الاولى غلبناهم، هم غالبينكم ترى قبل شوي، شو تقول؟ لا انا اقول طول العمر حقيقه الامر أن فريق مصفوت ألف مع السعيد، هم فريق متميز وفريق طيب يعني في الرماية. نحن شايفين مباراتهم قبل الشوط هذا، والجماعة هذه أيضا الفريق باء مصفوت نفس السنة بعد برضه ممتازين جدا. بدأوا ياسر معاهم يا عم، شوف أخرناهم من شوي، أخرناهم، خلنا نشوف. يا حلفان هذا ونحن اخرناهم ما شاء الله مشاهدينا الكرام، اخرناهم شويه ثانيتين ولا 3 ثواني وفازوا. تعال قل لي قل لي تعال اخرناك وفزتوا، تعال قل لي كيف اخرتونا تلمسونا طول عمركم يا جماعه هناك مستعدين بس ما شاء الله عليكم، يعني اخرناكم وفزتوا الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم. كيف تشوف، تعال عمي تعال حيا، كيف تشوف اجواء المهرجان والمنافسات لين الحين ثاني؟ طيب 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 ان شاء الله، جايين من مصفوط جايين مصفوط عن هناك ديار، تردم السلام ان شاء الله. يسلم عليكم يا رب، يسلم حكامنا يا رب العالمين. امين امين يا رب. حياك يا مرحبا. عمي اول شيء ما عرفتك. سعيد محمد طال عمرك تركي. سعيد محمد تركي ونعم ونعم. اليوم كيف المنافسات بحضور الشيخ سلطان بن سالم القاسمي؟ فزتوا ولا ما فزتوا؟ والله الحمد لله هذا شيء طيب وفي حماس وفي تنافس ونسال الله التوفيق للجميع. المهرجان هذا تريونه في كل سنه اجواء حلوه الحمد لله، هذا نسال الله دائما طال عمرك هذا الشيء يسعدنا ان نكون في كل سنه طال عمرك اللقاء هذا، لانه هذا عباره ارث الحمد لله جماعي، وهذا يجمع الناس من جميع الشعوب طال عمرك. يعطيك العافيه يعطيك العافيه يعطيك العافيه. تابعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعض منافسات الرمايه بحضور مثل ما ذكرت سمو الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، وراح نتواصل معكم ان شاء الله في لقطات من هذا المهرجان ومنافسات الرمايه. متواصلين وياكم مشاهدينا الكرام، طبعا دائما القياده العامه لشرطه ابو ظبي متواجده في مختلف الاحداث في العاصمه الحبيبه ابو ظبي، وبكل تاكيد متواجده في هذا المهرجان الملازم. اول احمد مصبح الخاطري انضم لي في هذه الاثنان، مسي عليك بالخير وتعرفنا على مشاركتكم، مشاركه القياده اليوم في هذا المهرجان كامل. اول شيء الحمد لله على نجاح المهرجان، يعني الافتتاح كان امس ونحن مشاركين الحمد لله هاي السنه الثامنه تقريبا. نحن مشاركتنا مديريه غاف 7، عندنا ميدان السيميليشن فيه من الاسلحه المسدس والرشاش، طلقات 9 ملي اللي هي طلقات تدريبيه، ومشاركين بعض المعدات المستخدمه في مديريه غاف 7. والحمد لله يعني السنه الجمهور في تزايد عن العام، نحن كنا متواجدين ونحن كفعاليه نحن نسويها كل سنه، الميدان هذا للرمايه نرمي الصغير والكبير ومن حرمه ومن ريال، وطال عمرك اللي متمكن يشوف مدى رمايته واللي ما يعرف بعد نحن نعلمه القواعد الاساسيه. ودائما نحن في الرمايه ناخذ اللي هي الاحتياط والامان في الرمايه عشان يعرفون الاساسيات الرمايه. كيف تاخذون احتياطاتكم؟ نحن اول بدايه من يجينا الشخص نعم نعطيه التعليمات اول شيء انه كيف يمسك السلاح، يوجه السلاح على الهدف وما يطيش، نحن عارفين عدد الطلقات اللي نحطهن، واللي متمكن مثل ما قلنا نحن يشوف مدى رمايته، واللي جديد ترانا نحن نعطيه الاساسيات، القبضه كيف يوجه، كيف يكون يرمي وهو مرتاح مش تحت ضغط انه حسب انه يطور من رمايته. كيف تشوف المهرجان واجواءه وخلنا نقول الحضور او الاقبال من العوائل والصغار والكبار في المهرجان الثامن للرمايه؟ الحمد لله هذا طال عمرك اول شيء توفيق من الله والقياده الرشيده اللي داعمه مهرجان هذا، وما شاء الله الجمهور في تزايد، نحن العام متواجدين والسنه شفنا بعد جمهور اكثر والتنظيم طيب بعد والخيام حتى انها هي اكبر يعني، والحمد لله وهذا توفيق من الله. والله يوفق جميع اللي مشاركين في مهرجان ومشكورين على تواجدكم السنه نعم، والله يوفقكم ان شاء الله. هذه إذا مشاهدينا الكرام كانت أجواء اليوم الثاني من مهرجان الرماية الثامن للوحدات المساندة. سنتواصل معكم بإذن الله طوال أيام هذا المهرجان، وعلى أن نلتقي بكم غدا بإذن الله. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.